السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ملعب ميديا، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز ما يطرح في تويتر في جانبه الرياضي. ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الكاتب والقانوني الأستاذ خالد الشعلان. مرحبا بك أستاذ خالد، وسعيدين بك يعني بعد غياب. هلا، مساء الخير أخي طارق، أمسي عليك وعلى المشاهدين جميعا وجميع اللي موجودين في الاستوديو. الله يمسك بالخير خالد. قبل ما نبدأ في التغريدات، أنا طبعا أنا متابع لك في حسابك عبر تويتر، ودي تقول لي قصة الفقيه القانوني رجائي عطية. أنا شوف سؤال ما أدري أنا جاي كيف السؤال، يعني أنا دائما يشدني وكثير من المتابعين يقولون سر يعني شغف خالد الشعلان بالقانونيين المصريين تحديدا. لا، بحكم التخصص، وهو شخص أنا أثرى في مسيرتي القانونية حقيقة، يعني منذ معرفتي فيه. أنا ما عرفته إلا من سنوات تقريبا بسيطة، وأشوف أنه هو الرمز الأول بالنسبة لي في عالم القانون في العالم العربي كله، يعني لا سيما أنه القانون الذي يخرج منه أو اللي دائما القضايا اللي هو اشتهر فيها في العالم العربي أو في مصر تحديدا كانت تستند على أسس دينية إسلامية بحتة، وله مؤلفات كثير في المرافعات، في المحاماة كثير، وأداب المحاماة وما ذلك، يعني يهتم بالأخلاق قبل هذه الأشياء. كذلك أنه له كتب عاطرة كثير في السيرة النبوية، هو من الناس المتخصصين، ولذلك أحيانا يذكر في بعض الكتابات كمفكر إسلامي وليس فقط فقيه دستوري أو قانوني أو محامي، علما أنه لم يحصل على الدكتوراه، يعني على الرغم من مسيرته. هذا ما أنت لك أيضا علاقة بالقانوني والرياضي مستشار مرتضى منصور؟ هذا صديق، يعني مرتضى يختلف جانب مرتضى يختلف إطلاقا عن جانب رجائي. رجائي على فكرة، أنه أنا نسيت أقول، رجائي هو اللي مسكن قضية الشهداء اللي كانت في بورسعيد، اللي تتعلق بمباراة الأهلي، كان ماسكها هو وانتهت. طبعا انتصر فيها انتصار باهر الأستاذ رجائي عطية. بالنسبة لمرتضى منصور، كاركتر أنا أعتبره خاص، وأنا أختلف مع الكثير اللي حيال أنه بذيء سلطة اللسان. ممكن هو في أشياء وأبلغته في هذه الأشياء، وكثير غيري أبلغوه في هذه الأشياء، ولكن الرجل معدنه أبيض، والرجل صريح دائما، وما يحذر منه يحدث. كذلك أنه ما عنده لفدوة، أي واحد زائد واحد اثنين. إحنا عموما نبارك له ممتع. خالد، وأنا أبارك له أيضا أنه مباراة الزمالك، ولعل بعد التسجيل أو بعد بث الحلقة أنه أرسلها له هذه الحلقة. جميل. إذن مشاهدينا، مباشرة إلى أولى تغريدات حلقتنا لهذا اليوم، وهي لضيفنا الأستاذ خالد الشعلان. يقول في التغريدة: أسعدتنا يا ملكي يا راقي، مبروك لعشاق بين قوسين عملاق الحجاز. خالد، ليش تحب تحارش الاتحاد؟ لا، أنا الحين موعود في أنت سألني أسئلة في العشق، عشق الرجائي وعشق الأهلي. أنت أول شيء قلت أسعدتنا. شوف الأهلي، أنا أعترف فيه كثير، يعني بعيدا عن أني قاعد أنظر أو ما إلى ذلك، أنا معروف أني نصراوي وأفتخر في كل مكان، يعني حيال الطرح إذا جينا طرح رياضي، لأنه أنا عندي اهتمامات أعظم من الرياضة. جميل. بس أحيانا لصار معروف أني أنا نصراوي ومتحمس ومتعصب في شؤون قضايا النصر. جميل، ولكن اسمح لي خالد، أنا هذا معروف عنك. أي أي. ولكن أنت في هالتغريدة هذه أسقطت على ناديين، أولا الهلال عندما قلت الملكي، ثانيا عملاق الحجاز. عشان ما نظلم نادي الأهلي لابد أكمل. بالنسبة للنادي الأهلي، أنا من الصغر يعني من الأندية اللي أنا أستمتع حتى على خسارة، يعني حتى لو تخسر فريق يمتعني من أجيال، يعني كان نادي الأهلي وبجماهيره بعملقته بإدارات متعاقبة، أيضا لي صداقات مع بعض جماهيره، لي صداقات قوية جدا مع إعلامه ما عدا شخص واحد. مين صداق؟ ها؟ مين؟ لا ما أحب أذكر الاسم، عندي اختلاف رياضي معاه تماما، يعني تماما. لي كذلك انه طبعا على مستوى اللاعبين اطلاقا، يعني لا هو لا نادي الاهلي ولا انديه اخرى. بس بالنسبه للتغريده هذه، طبعا انا بداتها بفعل اسعدتنا ومتصله بناء المتكلمين، يعني هي انا اعتقد الكل سعد بهذه المباراه،
مباراة الأهلي أعتقد هي والاتحاد، لأنها كانت فيها لعب وكان فيها نتيجة. ومن زمان إحنا عن لقاءات العمالقة زي النصر والهلال أو الأهلي والاتحاد نشاهد هذا الكم من الأهداف. مبارك للأهلي، ولكن كلمة جماهيري الحجاز خالد يعني هذه استفزت. بالنسبة للحجاز كتأسيس تاريخي وجغرافي معروف، تأسيس تاريخي منذ عهد النبوة والخلفاء الراشدين لعهد الفاطمي العباسي، كلهم كان موجود بالتسمية هذه من تبوك إلى حد الحدود الجنوبية كلها بما فيها زهران، بني غامد، بني طاء، كله بمجمعه. فلذلك أنا اختزلته في الحجاز، كل لفظة عادية مثل ما قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي. وأنا بالفعل من 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 المناصرين لمقولته عندما قال عن حيال النصر كبير الرياض، وسابقا أبو خالد الله يرحمه قال عنه فارس نجد. بالعكس، هذه المسميات لا تدعو للتعصب، لا تدعو للمنطقة. احنا الآن لما نذكر نادي غير سعودي احيانا نذكره على منطقته، ليس معيبا نذكر أنديتنا على مناطقها بالتأكيد معين. خالد، لكن الاحتجاج البعض حول كلمة أو مفردة عملاق الحجاز، في الحجاز أيضا عملاق آخر اللي هو الاتحاد، هو نادي الاتحاد. أنا تكلمت عن المباراة، لا يعني ما جلست أنا يوم كذا بدون المباراة وجيت قعدت أتغنى. بس خالد معليش، أنت شخص قانوني وتفهم. كلمة عملاق الحجاز هي نسبة للقب لفريق واحد وهو العملاق، لكن لو قلت مثلا أحد عمالقة الحجاز، لا بالنسبة لي أنا الرأي الشخصي عملاق الحجاز هو نادي كان والآن، مستقبلا ما أدري، بس أنا بالنسبة لي هو عملاق الحجاز. جميل، هذا رأيك خالد. ننتقل المشاهدين الكرام للتغريدة التالية، وهي أيضا ضيفنا لهذا اليوم. يقول الأستاذ خالد: الهلالي هذه الأيام أهلاوي اتحادي شبابي، بينما النصراوي هذه الأيام نصراوي فقط. يعني في كثير يختلف معك خالد يعني في هذه النقطة تحديدا. أولا الهلالي مع الأهلاوي مثلا نقول في بينهم بحكم التنافس يبدو على الصدارة في بينهم شطط كثير يعني، بينما النصراوي في فترة، خلينا نقول لك في الفترة الماضية بتحديدا فترة انتقال الكابتن محمد العويس، يعني كان يعني اصطفاف مع الجانب الهلاوي وهو بحكم التنافس فقط. طبعا الهلالي يبدو لي كان لا وش دخل تغريدتي لا انت ذكرت الهلالي انه يعني ممكن يكون الاهلاوي، ممكن يكون الاتحادي، ممكن يكون شباب. لا قلت هذه الايام انت بعد ما انتصر النصر ووصل النقطه 38 واخفق الاهلي، انا اعتقد ما في واحد من جمهور الاهلي الهلال يعتقد انه الاهلي اسهل من النصر للهلال. أنا بالنسبة لي واللي أعرف الهلاليين والنصراويين إنه دائما النصر صعب على الهلال، صعب على ولا سيما لكن جت منافسة. وتحديدا ذكرت هذه التغريدة بعدما احتمد المنافسة، يعني أي واحد من جمهور الهلال من الطبيعي إنه يرغب إنه تكون منافسته مع الأهلي أو الاتحاد، ولا تكون مع اللي هو يعني منافسه التقليدي اللي هو النصر. لا سيما إن النصر في هذه الأدوار تحديدا عندما يكون الفارق 5 نقاط 6 نقاط تجده يبدع، الإبداع الله أعلم دائما له صنوف، النصر له صنوف، يكون بعيد عن الضغوط المباشرة. بعيد عن الضغوط. الهلال له ضغوط، الأهلي له ضغوط، لأنه على فارق بين النصر نقطتين وبين الهلال تقريبا أعتقد هي 4 نقاط. أيضا هناك معمعة الصراع الآسيوي أيضا يعني. لا أنا ما أصدق القول عندما كتبت التغريدة، يمكن نسيت، يمكن لو اني اذكر صراع الاسود ممكن ذكرت اشياء يمكن اشد. لكن التغريده يا خالد في هذه الايام فقط وليس في هذه الايام، على اساس انه 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 المشجع الهلالي، خذها مني، الاعلام الهلالي يريدون عرقله الفريق النصراوي كنتائج اكثر من عرقله الاتحاد والاهلي. هذا طبيعيه، واللي يقول عكس ذلك هو يغارط نفسه او من باب العظمه بفريقه الهلال. قد يكون النصر المتجلي في هذه الادوار. جميل. التغريدة التالية أيضا مشاهدين الكرام وهي للزميل خالد الشعلان أيضا: لو تكتب مئات التغريدات دعما وتحث الهمم للنصر لتعامت أنظار البعض، لكن إن كتبت ربع تغريدة نقدا تجاه أمر عادي لوجدت سيلا من الشتم والتجاوز. يبدو لي الوسط النصراوي خالد. لا شوف القناعة في التغريدة هذه عندي من القدم، يعني قبل التويتر حتى، وقبل من أيام المنتديات يمكن.
يعني أنا لاحظ سبحان الله، أنا تحديدا اتجاهي أنا بتكلم عني أنا. تفضل. يعني أنا لاحظ إنه المشجع أحيانا لما يكون محتقن، المشجع النصراوي حيال مباراة أو مبارتين أو حيال وضع الفريق، هي حالة نصراوية خالص. إيه نعم، تجده يعمم، يجي للطارق والتركي والفهد وكل شيء، ويسقط عليهم قضية مطروحة. يعني فرضا إنه زميل الآن في النصر إعلامي أساء، أية إساءة، يجي هذا الشخص المشجع، البعض، أنا أقول البعض، يجي يدخل عليك في تويتر وفي العام وفي الخاص وكأنك أنت هذا الشخص. ما في فصل أحيانا، أنا أقول للبعض ولا زلت أقول البعض، لكنها سبحان الله أحداث موجودة. لذلك أستغرب أحيانا أتهم في أشياء أنا ما فعلتها، فعلها زميل آخر له رؤيته، ولكنك محسوب عليه. لا محسوب على الزميل؟ لا ماني محسوب على أحد، أنا ماني محسوب على أحد، بس أنه يأتي ويجرعك مرارة اللوم كأنك أنت هذا الشخص. أنا ما أدري، ممكن ما يستطيع يوصل للشخص مع أنه عنده حساب، أو أنه ما يستطيع يقول له اللي يقول لي أنا. هذه أنا عانيتها في النصر من أيام المنتديات حقيقة. بالنسبة للكتابة، أحيانا تجدني أنا منزل مقال سواء في عكاظ أو في الصحف اللي قبل أو في تويتر، دعم في قضية للنصر، ممكن النصر حتى منتصر فيها، أو أنا من الأشخاص، من الأشخاص تحديدا على أساس ما حد يقول الغرور، اللي أعطيتهم خيط تجاه أي قضية زين وانتصر النصر فيها. تيجي من بكرة يجي شخص يقول وينكم عن نادي النصر؟ هذه مطروحة، وأنا متأكد جميع زملائي في النصر يعانون منها أيضا. حتى ترى على فكرة، ما أقول بس الإعلاميين، المشجعين أحيانا، في مشجعين لهم رأيهم يحترم، رأيهم أقوى من الإعلامي أحيانا في التويتر، تجده يواجه نفس العناء هذا. هذا عناء أنا أتمنى اللي يحب خالد الشعلان، المحبة لطرحه وما إلى ذلك، أنا أتمنى على الأقل معي أنا يبتعد عنها، لأنه أنا أتضايق منها تماما. أي شيء أنا أرتكبه عنفني تجاهه باللفظ وما إلى ذلك، لكن يرتكبه زميل آخر لي، أنا ما عندي استعداد إنه أقعد أتناقش في ما ارتكبه زميل. وبعدين العمر المرحلي بيننا والفكر، وبعدين إحنا في عصر يعني يختلف، أنا ما أستطيع إني أجي وأجمع وأقول قل ولا ما تقول. هذه مؤلمة أنا بالنسبة لي. جميل، رأيك يحترم. بس الأشد ألم منها تجدك تطرح مقال كله من أول نقطة إلى آخر نقطة، يعني أي أحد لو مو بنصراوي يعتقد أنك متشبت في نادي النصر دعما وتشجيعا، يجي مشجع في الليل ويقول لك يا أخي متى توقفون مع النادي؟ ليه؟ هذه ظالمة، يعني بحكم ممكن أنه غير متابع، والأشد يعني ألما أنه يكون متابع لك. تختلف شرائح الجماهير. لا بس هذه أنا أحيانا يعلم الله، أنا أحيانا وممكن هي بسببها، أنا طبعا ارتباطي بنادي النصر لن يأتي أحد يزيحني عنه، بس ممكن بسببها ترك تويتر، لأني واجهت فيه أشياء أنا ما أرتكب أشياء. أنا إذا ارتكبت شيء سيء أنا مع التعنيف ومع اللوم، لكن يرتكبه آخر بغض النظر عن هذا الآخر، إداري إعلامي أي شخص، أنا ضد تماما أني أتجه لشخص بريء من هذا الشيء. البعض يحفظ لك مثلا سقطاتك يا بلولي. لا لا لا، بالنسبة للسقطات بالعكس، تعال وكررها علي، ما عندي هذا، يعني هي ما ارتكبته أنا، وأنا اللي مسؤول عنه مع الزمن، أيا كان مشجع صغير أو كبير، أو يأتي يلومني حتى بعد سنتين ثلاث سنوات، بس ارتكبه زميل لي آخر أو له رأي تجاه قضية معينة وتخالف فئة معينة من المشجعين، لا يأتي يلومني أنا بغض النظر أني أتفق معه أو ما أتفق. جميل. مشاهدينا الكرام، التغريدة التالية أيضا لنفس الضيف الأستاذ خالد الشعلان، اليوم كثيرين التغريدات الخاصة بالضيف. يقول الأستاذ خالد: طالما لم يستطيع التجديد لعوض خميس فكيف جاء وليد عبد الله؟ فالأول الفريق بحاجته، لذا فالمال بالعقد الثاني كان يجب أن يذهب للعقد الأول. تغريدتك أستاذ خالد، يعني شوف أنا بص صراحة، يعني هي قسم على المعسكر المصري. لا 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 لا، مش خالد اللي يقسم كفكرة. لا لا لا، لا أقصد الفكرة يعني. لا 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 لا، معليش، هذه قلتها أنا في الصغر وأقولها في الكبر، أنا ليس لي تأثير في النصر ولا قيد أنه له، هذه أنا مقتنع فيها تماما، مهما جاء أحد وقال عكسها. النصر أكبر، أنا أتكلم في الرياضة تحديدا، النصر شيء ما يقدر أوصفه، مجمع من أشياء كثيرة، ليس خالد ولا سعود ولا فهد ولا تركي ولا زياد ولا أي شخص ثاني يأتي
ويكون له تأثير، أو أحد يتأوه إذا 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 كتب أو ما كتب. بالنسبة لهذه أنا ندمت، وأنا بقول لك ليش الندم. هي حقيقة اللي كتبته لازلت مقتنع فيه، إنه طالما أنتم عطيته وليد عبد الله بغض النظر أين أتى هذا الدعم، وأنا أعتقد إنه من صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن تركي، كان من الأولى الجلوس وحتى لو زيادة عوض خميس. بس لما فكرت أنا بعدين إنه وجدت إن التغريدة ما كانت غير مناسبة وقتا، وين ما كمان الندم؟ أي المناسبة وقتا، لأنه الجمهور النصراوي أو جمهور الفريقي النصر أو الهلال إذا خرج لاعب حتى لو يكون لاعب عادي أو لاعب كويس في تأثير. فلذلك أنا كنت ما ودي أني أشارك في هذا مثل هذا الطرح، كان وأحيانا أقول لا عادي عادية ما في أي شيء. كان ودك مثلا تحتفظ فيها لمجالسك الخاصة مثلا؟ ممكن، مع أن أكثر مجالس خاصة ما لها علاقة بالكرة الأكثر. بس أنا أقول لك حقة عوض خميس هذه هي كحقيقة حقيقة واضحة، وتزداد الحقيقة تجاه اللي قعدت أفكر مع نفسي أقول لا إلا بالعكس صحيحة، إنه فيه موجود شريحة من المشجعين أحترمهم وإعلاميين النصر وأحترمهم وأحطهم على رأسي جميعا كلهم وأساتذة، إنه بعضهم قاعد يتكلم إلى الآن إنه عوض خميس ليس خسارة، لأن الوسط النصراوي فيه الجبرين وفيه غالب وفيه عبد الرحمن الدوسري ولكن وفيه سامي النجعي وما إلى ذلك. بس أنا أتحدث إنه أنا أتكلم عن ظهير، وعندنا إشكالية حيال الكابتن حسين عبد الغاني وفي صراع حيال وما إلى ذلك. طيب ناقشوني حيال ظهير أيسر، والنصر لم يجلب ظهير ناس، هذه هي. جميل. لكن لو يعود الزمن ممكن ما أكتبها. جميل. مشاهدينا الكرام، بذكر الكابتن عوض خميس نشاهد هذا الفاصل اليوتيوبي عن هذا النجم الذي كسبه الهلال ولم يخسر النصر. نشاهد. صارت 155 هدف في مسابقة الدب. عبد الله المطيري، تمريرة في الأمام ملعوبة إلى حمزي، ولكن كرة حاولة شبابية رافينيا، تدخل سليم عوض خميس للخلف محمد نور، عوض خميس تقدم، طرف محاولة شبابية، محاولة تأخر في كرته، تغطية عليه أمامية من عوض خميس، تعود لماجد هزازي، بيدي عوض خميس، يا سلام إبراهيم غالب، مش يصير تيسير بمشيها، عوض خميس بيخلصها، بيدي يبحث للمنتصف إلى عوض خميس اللي حاول يمر في مكان سليم، الرهن حاول يمر 1-2 3-0 كانت للنصر في الشرائع، محاولة عوض خميس، نقلمات مدربين مع البداية، محاولة وانطلاقة للأمام، مرور بالكرة، مشي بالكرة، محاولة جول جول جول، الله الأسطى بيلعبها لرافينيا، خلصها عوض خميس، تقدم خميس، راح في يوم الجمعة، خميس لازال يحتفظ بالكرة أمام رافينيا، خميس يواصل الكرة يظهر في كل لحظة، الذي يظهر في كل مكان، الكرة للخلف، عوض لعب كرة على الطرف، يعني شبيهة على اعتبار أنها قريبة جدا من مشاهدينا الكرام على 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 شوط المباراة الثاني، إلى رمية التماس منقولة، محاولات نصراوية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مباشرة للتغريدة القادمة. بس أستاذ طارق، أنت قبل المقاطع للكابتن عوض خميس ذكرت، وكثيرين أقرأ أنا في التويتر في بعض المواقع، أنه كسبه الهلال وخسره النصر. أنا أشوف، أنا خالد دعني بس أكمل لك هذه التغريدة، كسبه الهلال وكسبه النصر، خسره وخسره النصر. جميل، أنت استبقتني أستاذ خالد. زميلة أو تغريدة الزميل توفيق الخليفة القادمة يقول عوض خميس كسبه الهلال ولم يخسره النصر، الله يوفقه يا رب. هذه العبارة التي ذكرتها أنا قبل المقطع اقتبستها من الزميل توفيق الخليفة، وأنا رديت عليه. كيف تعلق عليها مرة؟ لا حطيت عليه، قلت له بتغير ردك؟ لا قلت له هذه تغريدة اللي يخاف من شخصيتين، أو اللي ما يبغى يزعل أو كذا، يبغى يصير في الحياة واضح.
طب رأي زميلته إيه بس أنا كثير إيه ليش ليش لا أنا أخذتها وحطيتها عالم تويتر يعني عندي ولازلت مصر أن توفيق خليفة آخر من يفتي في هذه الأمور. لماذا؟ آخر من يفتي. إذا كان عندنا طابور من 10 أشخاص من نأخذ رأيهم في انتقال عوض خميس ممكن ما يكون العشر حتى. لماذا؟ أنا بقول لك لماذا؟ لصداقته مع عبد الرحمن الأمير صاحب السمو الملك عبد الرحمن. لحظة. ولي ما أنا مستحيل أقول عن شخص إنه مو بنصراوي أو نصراوي. هو يقول إنه نصراوي. توفيق زين والمعروف انه مصري انت تقول لي انه معروف بس ما ابغى ادخل في ذا ما ودنا ندخل في هذا في هذا المكان في هذا المكان لانه مو من عادتي اني اقول هذا شخص نصراوي ولا مو بنصراوي لكن الرأي بس عندي قناعه يطرح من النصراويين كثر عندي قناعه تحديدا هذه القضيه من المضحك انه يتناولها توفيق الخليفه انا لو كنت مكانه نهائيا ما غرد عن معوض انت ولا غرد عن اي شيء يتعلق بالناديين يعني شيء قضية متنازع عليها طب الناديين. أنت تتفق مع العبارة هذه أو لا تتفق؟ لا ما أتفق ولا سيما أنها من توفيق خلك من لو أنه من شخص لا لا, لا 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 مو بخلك العبارة هذه توفيق خليفة أنا خالد توفيق. هي ذكرت من أكثر من إعلامي نصراوي أنت ذكرتها الحين حق توفيق الخليفة نعم صح؟ وهناك زملاء آخرين شوف 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 أنا وكلامي هذا يفترض واضح شخصاً يا خالد يفترض لا 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 يفترض العاقل أنه ما يزعل منه توفيق الخليفة معروف الجميع الوسط الإعلامي والجمهور الرياضي والوسط الرياضي انه صديق خاص ومقرب تماما لصاحب السمو الملك عبد الرحمن بن سعد واثر عليه هذا لا يعيبه هذه العلاقه اثرت عليه في طرح سابق زين كيف اجي واطرح زي هذا الطرح في اي قضيه يتنازع عليها الهلال والنصر خالد الهلال والنصر ما قضايا يتنازع عليها انا باخذ راي مجرد من اي شخص ليس له علاقه بفلان ولا بفلان خالد اسمح لي لو كان راي شاطح او راي غريب لا قد يمكن وافقتك الرأي لكن هذا الرأي طرحه إعلاميون نصراويون آخر ظروفه الغريبة الشخص هذا يختلف عن طارق المنصور طب علق لو تطرح علق لي على العبارة أنا أترك التغريدة على جنب العبارة هي عرض خميس كسبه الهلال ولم يخسره النصر هذه التغريدة طرحت من إعلاميين أي واحد واحد يقول حتى لو مو بتوفيق خليفة واحد خايف من شيء كيف كسبه كسبه الهلال وخسره النصر اذا خايف من شيء غير غرد كذا خايف من شيء اي قلتها انا في تعليقي سواء تغريده توفيق او انا ناسي اللفظ اللي قلته فعل هو فعل لا لا قلت انه يخشى او من شخصيتين انت قلت كذا يخشى او يحاول يرضي اي هذا لا 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 قلت هذا هذه مشكله الشخص اللي بيقعد حياد بين شخص لا بيرضي المعزبين هذا لا 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 ما قلت لا 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 معليش انا ضد هذا الطرح انا قلت شخصيتين ما وعمري طب ولا في مسيرتي وحتى في الأشياء خارج الوسط الرياضي ولا العلم لا يمكن أذكر اللفظ هذا المعزب لا لكن العبارة لا 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 وينأى عنها طيب توفيق دعنا ننتقل للتغريدة التالية أستاذ خالد وهي للأستاذ عبدالله العمراني نائب رئيس نادي النصر السابق غرد تغريدة عقب غياب يقول أتمنى من الجهاز الفني والإداري بالنصر أن يستفيد من عوض خميس حتى نهاية عقده فعوض الصملة ليس كأي لاعب فعطاءه لن يقف على تجديد عقده أو عقد من عدمه يعني هذه التغريدة لاقت إعادة تغريد كبير ولا وشهدت أيضا معارضين كثر ولكن هناك يبدو لي توجه من كثير من الإعلاميين النصراويين على اتفاق على حول هذا أقول لك أول شيء حق من حقوق العمران أنه يطرح ما يشاء في المكان اللي يشاء هو عضو شرف ويطرح ولا سيما انه ما اساء لاحد هذا بالجانب عبد الله العمراني ما ابغى ابحر فيه لانه استقال ولا زال عضو شرف نصراوي اعتقد ورايه حر ويكتب ما يشاء وهو عاقل يعني شخص عاقل يعرف ما يكتب انا اللي يحزني انه الجمهور اذا كان كل واحد بيجي يحكي في هذه المرحله بغض النظر عن كلامه بنقعد نعمل هاشتاقات وننقسم عليه هذه مشكله صراحه المدرج الاصفر دع طارق يتحدث ما يشاء بس عبد العمران مو لا نقعد لا نقعد انا احس فيه تشنج يعني احيانا الفريق يلعب ولك فتجد الواحد يناقشك في شيء ام امور انا وش لي شخص الف ولا باء قال ولا ما قال في اشياء تستحق ان الواحد ممكن يعمل عليها اوسمه وسم ويغرد عنها كثير وينتقدها وما إلى ذلك من الجمهور أنا أتكلم عن الجمهور لكن إذا صار واحد من الجمهور أيا كان هذا من واحد من الجمهور أو إعلامي نصراوي بيجلس يلاحق على كل شخص قال خالد شعلان قال كذا وتصير مشكلة عصيبة فلان قال كذا وترى بيحدث لا النصر أكبر من يا جماعة الخير
أنا لازلت أقول نادي النصر أكبر من هذه الأشياء. نادي النصر هو ملعب ولاعبين أفذاذ يقدمون وقضايا ممكن تطرح قضايا قوية هي اللي تناقش. بس خالد معليش، أما مثل هذه الأشياء ليش عبد الله العمراني قال عن عوض خميس؟ رأيه حر. عبد الله وضعه خاص، أنت تعرف هذا الشيء. عبد الله كان نائب الرئيس. إيه بس استقال خلاص. ما هو الآن في الكلام هذا. استقالته هو اللي هل تطرق الأمور يعني شائكة؟ لا يفترض إنه يتحدث عنها، يعني فرضا قال في مبلغ مالي 5 مليون أنا دفعته وما أدري. لا هو أذكى من هذا. لا هو أذكى، ولذلك تغريدته أنا أعتبرها طبيعية جدا. ممكن الآن يسمعني، ممكن يغرد زي هذه ويغرد كثير زيها عادي. حتى رئيس نادي النصر حتى الإداريين لهم الحرية في التغريد فيما يشاءون. وعلى فكرة كلامي هذا ينطبق أيضا أحيانا يغرد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي عن تغريدة، حق من حقوقه أنه يغرد أو تصريح، ويأتي جمهور يعتبرها طامة كبرى وما إلى ذلك. يا أخي هذا رأيه شخصي، طالما الشخص لم يدخل في شيء يتعلق بالدين، شتم تجاوز وما إلى ذلك عادي، ما في أي شيء. هذا تويتر عادي، متفقين عادي، لكن أنت هذا التريد تتفق معها؟ أنا وياك نقول متفقين. ادخل لعالم التويتر تجد كأنه النصر ضيع بطولة. خالد رأيك الشخصي أنه إيه طبيعي بقاء عوض حتى نهاية عقده؟ لا هنا تسألني عن رأي. هذا رأي يعتد بالأشياء الفنية. أنا الأشياء الفنية دائما أقول لكم، وهنا في الظهور الإعلامي أنا ما أحب أتكلم كثير في الأمور الفنية كمتابع. لا وأخشى الآن لو أقول رأيي في عوض خميس يلعب ولا ما يلعب أخرج من هنا أجد بس لو خالد أنت ذكرت قبل شوي من مركز الظهير الأيسر يحتاجه النصر، فبالتالي دخلنا في الأمور. لكن حتى نهاية الموسم هو مع بقاء. شوف أحيانا أصدق القول، أحيانا أقول يلعب وأحيانا أقول ما يلعب. أحيانا لما أقول يلعب عندي اعتقادات، بس لما أقول ما يلعب هي الأهم. تحط نفسك مخرج خالد. لا 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 ما أحط نفسي مخرج، لا هذا طبيعي. لما أقول ما يلعب لأنه بالفعل نشر عن عن المدرب أنه يبدو أنه لن يعتمد عليه، كذلك يبدو من تصريح رئيس نادي النصر أنه يبدو أنه خلاص أنه ينتظرون المخالصة معه وما إلى ذلك. ولذلك أعظم شخصيتين في نادي النصر اللي هو الرئيس والمدرب تجاه هذا رأيهم، ولا بد أن يحترم في هذا الشق. لماذا أجي أتغوغل في أمر أصلاً محسوم منتهي خلاص؟ لاعب أنت يعني خرج من نادي النصر، قد تشكل هذه الآراء. لكن كأمر قانوني لما تسألني كأمر قانوني، أمر مالي، أمر ذا الأمور يلعب، باقي في عقده 6 شهور أفضل من ولاعب أخلاق وقمة، ولا تعتقد أنه ممكن أنه يعني أيضاً على الجانب يتهاون وما إلى ذلك. خالد على الجانب الآخر هناك مبالغ مالية قد يعني يستفيد النصر بالتنازل العوض عنها مقابل المخالصة أيضاً. ما أعتقد بحكم التنافس بين الناديين كبار، ما أعتقد بيكون المبلغ مهول يعني تجاه نادي النصر. تعرف نادي النصر يعني لن يرضيه مبالغ أي مبلغ، هذا نادي النصر. فلذلك اللي يدندن على هذه الكلام أنه المبلغ اللي بيجي من انتقاله، أنا أعتقد حقه 6 شهور، ومهما بيعطي النادي الهلال سيحاول إخفاض المبلغ للأسفل، والنصر سيحاول إعلاءه. اسمح لي، فلذلك هي قضية غير مطروحة. كلنا بحاجة للمال وهم مديونان. لكن دعني أنتقل للتغريدة الأخرى وهي للزميل مسلي آل معمر، يقول ادعم ادعم ادعم، وإذا طرالك توقف أو تبتعد نمسح فيك الأرض. يا لها من ثقافة. اي هذه طبعا انا قريتها من اخي وزميلي واستاذي المسلي. هي مضرب مثل في اللي انا قلت لك اياه قبل دقيقتين، انه الواحد لازم يكون على طول الخط. لا مش على طول الخط، انه واحد يجي يغرد ليش غرد فلان. انا شفت الردود حيالها، على فكره دخلت عليها وشفت الردود حيالها، تسفيه في مسلي، تسفيه تماما، يعني سواء من جمهور نادي النصر او انديه اخرى. طبعا التعميم التغريده هي تشكل الوسط الرياضي ككل يعني، واللي بيفهم الامور تحديدا ممكن يقصد نادي النصر، ويبقى رايه الخاص. هو في الغالب نادي النصر هو رايه الخاص، بس انت لو انت سالتني انا ممكن ما اكتب مثلها، لاني اعلم انه المجتمع او المدرج النصراوي لا يقبل مثل هذا الطرح. ننتقل وليس انا اتجمل، بس لأنه خلاص الواحد كفاية شتائم يعني يتلقاها. الله يعين خالد. ننتقل للتغريدة التالية وهي للعميد المحامي الأستاذ محمد الدويش، يقول لجنة التحقيق يرأسها قانوني وترفض حضور محامي المتهم،
أين درست القانون يا سعادة الرئيس؟ طبعاً غالبيتنا تابعت أو تابع موضوع جلسة التحقيق الخاصة بمحمد العويس. سمعنا كما سمع الجميع عن رفض هذه اللجنة التي رأسها الأستاذ مهدي الدارون بحضور محامي محمد العويس. كيف تعلق على هذه التغريدة؟ أول شيء أنا أمسي على الأستاذي والعميدنا الأستاذ محمد دويش، والله يعطيه الصحة والعافية والله يحفظه إن شاء الله. بالنسبة للتغريدة يقصد فيها ماجد قاروب العويس، طبعاً طرحت أنا نفس الطرح هذا بس بحيال طرقت المواد وما إلى ذلك. اللي طرحته أنا في هذا الشق أنه بالفعل تفاجأنا بالخبر، أنا يعني أقول إذا كان صحيح أنه ماجد قاروب قال لا يدخل المحامي من حقه؟ لا، لا سيما أنك يا ماجد أول شيء فيها شيء مهيبة، لجنة تحقيق داخلية طبعاً. أي نادي الشباب من حقه، في ناس قالوا ليش يحققوا هو انتقل، مين مشكلة شكلوا لجنة التحقيق. زين، أنا لو أني اللاعب العويس جيت حضرت وسفهت الأمور طالما أني منتقل ومنتقل لنا وعطيتهم اللي عندي وخلاص تماماً، بس أأتي تحديداً اللي طرق له الأستاذ محمد دويش واللي أنا دائماً طرق له. أنت ماجد قاروب اللي نعرفه دكتور في القانون، أنا قاعد أتخيل المشهد أنه في الغرفة في التحقيق يقول لا لا يدخل محامي، هذه معيبة لأي شخص. أنا لو أقولها لزملائي في مهنة المحاماة وفي القانون زملائي اللي غير رياضيين بيضحكون، لأنه نظام الإجراءات الجزائية، نظام المرافعات، الدستور اللي هنا في البلد، نظام الحكم كله ينص على إعطاء الأهمية للشخص اللي حياله تهمة، حياله تحقيق في أي أمر، أنه يوكل محامي أو يحضر عنه المحامي. يا دكتور ماجد قاروب، نظام الإجراءات الجزائية اللي هو أعظم من رياضتنا وذا الكلام اللي فيه تهم وجرائم وإلى ذلك، المحامي يحضر في هيئة التحقيق والإدعاء العام ويدخل في المحاكم، في الشرط، في السجون، في جميع الأمور يمثل للمحامي ومرحب فيه. طب لماذا؟ ماجد قاروب لا، ما أعتقد أنه يعتقد الوسط الرياضي جاهل، ولو أحد ينتقده فهم خمسة ممكن ثلاثة، خالد الشعلان ما دويش بربع، وتعرف إحنا سبعة ولا ثمانية يعني، فأعتقد أنه أخذ حريته حيال هذا الشأن. غير كذا ماجد قاروب أنا استغرب القريني عنده أزمات وعنده بلاوي متلتلة على قولته. أيوة. أجي أستعين بالدكتور ماجد قاروب في هذا الشيء. ماجد قاروب فشل فشلا ذريعا في قضايا الاتحاد، فشل فشلا ذريعا، وأنا أعلنها الحين أمام الكاميرا، هو المتسبب الأوحد في جميع القضايا في سلب ثلاث نقاط كلها، كان معه الملف في القضايا ماجد قاروب. طيب ليش استعان فيها جلالة؟ ما أدري أنا ألومه الحين، قلت لك ألوم القريني، عندك مهمات صعبة وأنت واقع في صراحة في القاع نادي الشباب في مشاكله، أجي أستعين بالدكتور ماجد قاروب في هذه المشكلة ومع مين؟ مع نادي الأهلي؟ وبمقابل مادي توقع؟ ما أدري على المقابل المادي، أكيد مقابل مادي على الدكتور ماجد قاروب أكيد. طيب يعني مو زينا احنا نحب الرياضه، نحب انديتنا متطوعين. لا ماجد عنده الحس التجاري. طيب يعني ننتقل للتغريده التاليه وايضا للاستاذ محمد دويش، يقول تخيلوا يعين رئيس النصر رئيسا لهيئه الرياضه، ثم ياتي نصراوي كان يطالب باستقالته فيقف بوجه كل من ينتقده وينادي بردعه وايقافه، هذا ما حدث. طبعا هذه التغريده ملغومه نوعا ما، ملغومه وفي كثيرين ما فهموا وفي كثيرين فهموها، في ناس فسروا وفي ناس انت احد من فسر. لا انا فسرتها قلت واضحه، يقصد فيها صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن سعد رئيس هيئه الرياضه حينما كان رئيس نادي الرياضه. إيه؟ واعتقد تحديدا بحكم متابعتي، وانا اقول لك انا متابع للصحافه دقيق، عبد الكريم الجاسر. لماذا بنيت عبد الكريم الجاسر؟ لان مرحله عبد الله بن سعد كان حامل لواء مش نقد، الهجوم اللاذع تلقى منه يعني في اشياء كثيره تجاهه وتجاه فهد المصيبي، وانا اعتقد انه يقصد عبد الكريم الجاسر. والان في وجهه نظرك انه عبد الكريم تحول من إيه؟ انا اقرا له طرح في جريده الجزيره اذا شاف اي نسمه نقد تجاه هيئه الرياضه مش بس تجاه عبد الله بن سعد، جميعهم يعني في وجهه نظرك. تعرف الوسط الرياضي ولا يخفاك. جميل. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل إلى فاصل يوتيوب قصير ثم نعود لمتابعة فقرات برنامجنا.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مباشرة إلى تغريدات حلقتنا، وهذه المرة للزميل محمد البكيري يقول: فوز صعب وثمين للنمور رغم أنف التحكيم، إلى متى وهذا الفريق ضحية عبث الصافرة؟ هاشتاق الاتحاد والتعاون. طبعا خالد كان فيه لغط كثير على التحكيم في مباراة الاتحاد والتعاون، أو التعاون والاتحاد بحكم أنها في بريدة. كيف تعلق على تغريدة؟ أنا أشوف أن التعاون ظلم، هو الأشد ظلما وليس الاتحاد. إيه من الخنفوش، حتى غردت أنا قلت أنه الخنفوش يبدو أنه يبغي يخسر الفريق. شكرا الحنفوش. شكرا الحنفوش، قلت الخنفوش. الحنفوش أنا أعتذر له صراحة، مع التقدير لا لا الحنفوش وعلى رأسنا. وأشوف أن التعاون هو اللي ظلم حقيقة، يكفي الهدف اللي جاء اللي كان باليد، وأعتقد كان هناك ضربة جزاء. الزميل محمد البكيري، طبعا أنا أعرف محمد البكيري من الناس اللي ينتقد أغلب الإدارات اللي مرت على النادي الاتحاد، وبأسباب عنده أسبابه ويرتكز على أسبابه. أنا في نفس هذا الخط تحديدا في التغريدة، أنا أشوف أنه أكتوى نادي الاتحاد من إداراته متعاقبة، وآخرها إدارة حاتم باش. أنا ما أشوف الاتحاد ظلم من أي تحكيم هذا الموضوع نهائي. ظلم من من؟ من إدارات سابقة، وزاد الظلم من الأستاذ حاتم باش. يعني نقدر نقول ظروفه ظلمته؟ لا، حاتم عنده ضعف، عنده عدم مواجهة. قضايا زي هذه وسلبت ثلاث نقاط أجلس هطبطب وأقول ما أبغى أتكلم عن أحد، هذا الكلام مش ما يليق، ما يليق. يمكن يشاف. لا لا لا، هو يعتقد إحنا ما نقول اخرج واشتم أو اتهم، ولكن لم القضايا تنتهي. فيها أشخاص مسببين. لم تنتهي هذه القضية يعني حسب ما سمعنا. لا منتهي، لأنه فوتوا عليهم، وأنا نصحتهم بالتماس إعادة النظر في شيء اسمه جهل فيها النادي الاتحاد، في موضوع اسمه التماس إعادة النظر، راحت المدة حقته، هم أخذوها في الاستئناف وراحت المدة أيضا. في بعده شيء اسمه التماس إعادة النظر. إذا ماذا يدور التماس إعادة النظر يا عزيزي؟ يكون في القضايا حتى المدنية التجارية الرياضية، هو أعلى سقف في الترافع في أمام الجهات القضائية، بمعنى وله شروط محددة. أهم شرط فيه، أهم شرط اللي مستوي في جميع القوانين المدنية التجارية الرياضية جميعها والجنائية، اللي هو أنه ظهور أوراق أو معلومات جديدة لم يكن بالإمكان الحصول عليها أثناء الترافع. وأنت تقول الآن هذه مدة انتهت. انتهت للأسف. أنا بح صوتي وأوصيت ناس. معلش خالد، الآن إحنا نسمع، الآن كما تسمع أنت والمشاهدين، نسمع بأنه هناك محامي، هناك مداولات حول القضية. ما كل هذا إذا كانت القضية منتهية؟ لا لا، أنا أتكلم منتهية بخسارة. أنا ما أدري أنها متداولة الآن، ما أدري، أو ممكن غرر بجمهور نادي الاتحاد أو ما إلى ذلك. أنا أتكلم حاتم بعشن، أنت جيت ولقيتها كم مهول من الديون، زين، ووجدت سحب نقاط، وسافرت أكثر من مرة علشان هذا الشأن، وهدد نادي والاتحاد عنده طابور كامل من اللاعبين المدربين يشتكون. يا أخي اخرج في مؤتمر، مو شرط تهان. في ناس عندنا يعتقدون أن الشخص اللي طلع وقال هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا أنها تهم، لا. أول شيء ممكن يعطيهم إنذار أو يوجههم أنه حيال هذه كيف تسوى وما إلى ذلك. كل مبلغ يرصد حياله من المتسبب فيه ويجلس معهم جلسة، اللي يرفض يخرج حياله في المؤتمر، وهذا يحتاج له عمل بهذا الشيء. أما حكاية أنا تابع حين الجمهور، بعض الجمهور نادي الاتحاد، عمنا حاتم باعش إنه حبيب، هذا الكلام مقبول، بس إحنا نتكلم الآن، هذا الكلام يعني لا يسمن ولا يغني من جوع حيال الرياضة. الرياضة مفهوم الرياضة أنك تنتصر، هناك ملفات غامضة. بالعكس، اللي يحب الأستاذ حاتم بعشن يقول له مثل ذا الكلام. أنا كتبت مقالين في عكاظ حيال هذا الشأن. عموما خالد، الليلة هناك استضافة للأستاذ منير رفة، أحد المسؤولين على ملف تقص الحقائق. الله يوفقه، فموعودين إن شاء الله بإثارة قادمة إن شاء الله في الأيام القادمة. لا لا لا، أنا غاسل يدي من قضية الاتحاد وديونه وما إلى ذلك تماما. جميل. التغريدة التالية مشاهدينا الكرام هي للأستاذ والزميل فهد الروقي، طبعا هاشتاج حيلان، يقول: لو فتح ملف التحقيق واعتمدت الأدلة سيكون هناك قرارات تاريخية، هل تحضر الشجاعة ويحضر العدل كما في قضية المجزل؟ الأيام حبلة. طبعا هناك صورة طبعا حول الكابتن
محمد العويس في انتقاله للأهلي والفيلا التي تنضم للبنتلي في إدانة العويس. كيف تعلق خالد على هذه التغريدة؟ والله ودي أقول لك لا تعليق، بس أنت بتصر أني أعلق. لا بصر أكيد، وأنا منعني أني أعلق تجاهه في أي شيء حقيقة. لماذا؟ لأن لو أعلق ممكن يصير كت. لا لا ما في كت إن شاء الله بإذن الله، بس أهم شيء مفردات. أنا أشوف اللي ذكرته فهد الروقي آخر من يتكلم عن الشجاعة والعدالة أو عن القانون التطبيقي، ولكن أظهر يعني ملفات آخر خطيرة. من يتحدث عن الشجاعة والعدالة والقانون هو فهد الروقي، آخر من يتحدث. وجهة نظرك في الوسط الرياضي أنا أتكلم. لا لكن آخر من لكن ما قاله هو الوجيه يعني. أنا 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 أدعو الله سبحانه وتعالى أنه ما يكتب علي يوم من الأيام أني أخرج في سناب، هذا المدعو سناب، وعندي ملفات وأقول هذا النادي الفلاني، النادي الشعلة، النادي الاتحاد، ولا النادي كذا، نادي سناب. هذه اتركني الآن في هذا الروقي. أنا للزملاء، مع أن ما حد ارتكبها، ما أعتقد أحد ارتكبها من أيام بشير الغور إلى الحين، ما حد ارتكب هذا الفعل. أنا ما أدري كيف يتصور إعلامي أنه يجي يقول صوروني وأنا أبتهم نادي فلان ولا نادي فلان. وش سوى لك نادي النصر؟ أنا بفهم وش سوى نادي النصر تجاه هذا المدعو أنه يضع ملفات يعني هو مخترقة. أنا أجيبك. شوف 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 شوف، في القانون سواء كانت مخترقة أو ورق أبيض زي كذا، ورق أبيض طلع، ورق أبيض زين، أو كذب، سيعاقب المتهم، سيعاقب في هذا الشيء، المرتكب عفوا، المرتكب ستوجه إليه التهمة وسيعاقب حتما، حتما سيعاقب حيالها، لأنها استفزاز المدرج نادي النصر. أنا أجيبك يا غير كذا غير كذا. أنا أترك فهد الروقي، زملاء يا أخي، زملاء المحبين له في الإعلام الأزرق يا أخي، ليش ما يأخذون على يده؟ خالد أنت تجاهلت نقطة مهمة، فهد يرد على أناس قاموا بمثل هذا الفعل. أنا أتكلم عن لفظ الشجاعة والعدالة، أنا أي شيء فيه قانون أنا تأتيني العصبية، الشجاعة والعدالة آخر من يتكلم عنها فهد الروقي. وجهة نظرك خالد. لا مو وجهة نظري، هذه وجهة حتى لو أسأل المصور الآن، لو أسأل المصور الآن، أسأل واحد الآن وأنا خارج في الشارع قد يخالف كرائي، قلت شخص جاء وعمل هذه الفعلة ومن بكرة يتكلم عن الشجاعة والعدالة، لا يمكن أتقبل منه نهائيا. أنا لا ألومه، أنا ألوم المحبين ومن الإعلام الكبار اللي في الجزيرة وفي الرياض، والمحبين وفي الرياضية، في عمالقة وفي أساتذة، يا أخي يقولوا لما عيب، هذا فعل صراحة، فعل يعني ما أدري، أنا حتى ما استوعبته لما جتني أنا رسالة، والله حز في خاطري الأستاذ، أنا ما بيني وبين التواصل، لو بيني وبين التواصل قلت له يعني وش المسبب لها، ما فيها أي مسبب يا أخي. أول شيء أنت أثقلت على كاهلك حيال نفسك، حيال أسرتك، حيال، أنا سمعت أنه معلم، حيال الطلاب، إيش الطلاب؟ هل يرضى أنه يأتي طالب ويختلس أوراق من طالب آخر ويجي أمام الطلاب ويتباهى؟ طبعا هذه تساؤلات أستاذ خالد، وهو طبعا الأستاذ فهد لها حق الرد طبعا في أي وقت. لا لا ولا أتقبل منه أي رد. لا 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 هو لازم تتقبل. لا 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 أتقبل منه أي رد، وأنا إقصائي في مثل هذه الأمور نهائيا. عموما نحترم وجهة نظرك أستاذ خالد، مر الوقت سريعا أستاذنا الكبير وأستاذي أنا شخصيا صراحة، لا 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 القانون لا والكاتب الجميل واللطيف، أنا أحد متابعيك صراحة في تويتر. لا أخوان إحنا جميعا، ما في بيننا أستاذ وأستاذ. أتمنى أنك نكون يعني في هذه الحلقة يعني قد يعني أثرينا المشاهد. أستاذ خالد كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، أني أول شيء أشكركم على هذه الدعوة وبرنامج لطيف، وعندي بس ملاحظة لأني أنا تابعته تابعت الحلقات مع زميلي طارق بن طالب وناصر الجديع وكذا شخص يعني. طب. إنه حيال التغريدات بدل ما تذكر يعني في الشاشة تكون أيضا توضع منا للمخرج، هي حلوة يعني توضع خلفية وكذا أفضل يعني حراك يعني. وجهة نظرك تحترم أستاذ خالد، الله يسلمك. وأنا أشكرك وأشكر حقيقة جميع العاملين في هذا البرنامج اللي إحنا نتمنى إنه يستمر بإذن الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع المقبل، ونرجو أن تكونوا دوما بقرب من تحبون.